خرجت انا ياسر ودمع العين من بعده نزل والقلب نبضه دل فوق الاخ في يوم الاجل. يا سيف اتحمل وصابر وشكره فيما حصل، الكل باير حل من الدنيا ولا واحد يدوم. زامل كلمات الشاعر حريب العياني تعزية بعد وفاة المرحوم بإذن الله ياسر محمد سرحان العياني. أداء فايز أبو شمس شارك بعز العود أبو خليل عبد الفرحان وبليقاع الزبيد الفرحان مع تحيات تسجيلات الفايز دمار خط الحداد والمبنى المحاور. يسر في العصر الواحد الأمر الآمر وعينه ما تنام. أعضاء وخذ ياسر وذكره مستمر، ريان خير وافر ولد شاطر همام. زامل الشيخ حميد عبد الله الراش تعزية بعد وفاة المقبولة بإذن الله ياسر محمد سرحان العياني. ابن العم ساكن في العيون اتخيله واحوم وكني بلتقي به في الطريق يمين من صادق، ولكن القدر حتما يكون. يا رب تغفر له وتجعل منزله دار السلام. كلمات الشاعر ابو بدر الدين العياني بعد وفاة المقبولة بإذن الله ياسر العياني. يا قلبي يا المحزون إذا ابن العم ساكن في العيون أتخيله وأحوم وكن نبلتقي به في الطريق أتخيله وأحوم وكن نبلتقي به في الطريق. يا مين من صادق ولكن القدر حتما يكون. يا رب تغفر له وتجعل منزله دار السلام. يا رب تغفر له وتجعل منزله دار السلام. وهذا الزامل كلمات الشاعر ابو بدر الدين العياني تعزية بعد وفاة ياسر العياني. قلبي
جلال عياني يا جب الرد ما نحني وحزاني من بعد بوريا نزاد الحزن فيني والحنين من بعد بوريا نزاد الحزن فيني والحنين يا عم يصبر وارتضي فيما قضى الفرد الغني واسأل من الله يجعله جنب العباد المخلصين واسأل من الله يجعله جنب العباد المخلصين قال سفيان يا غبني على ياسر كلها الناس بعد الجيد مقهورة بعد موته قد أصبح وضعنا خاسر أحزن الأهل والأصحاب والجورة زامل كلمات سفيان العياني بعد وفاة المقبولة بإذن الله ياسر محمد العياني قال سفيان يا غبني على ياسر كلها الناس بعد الجيد مقهورة كلها الناس بعد الجيد مقهورة بعد موته قد أصبح وضعنا خاسر أحزان الأهل والأصحاب والجورة أحزان الأهل والأصحاب والجورة أحزان الأهل والأصحاب والجورة تواصل مع فايز أبو الشمس على هاتف 7216940900 أو 7111500490